الصفات هنا ونتعرف على الخطوات اللي نمشي فيها لحتى نطلع من المشروع الالكتروني، ونتعرف على القدرات اللي هلا احنا موجودين فيها في العصر الحالي. هلا بدايه لازم اول فكره تكون واضحه انه نحن القدرات التصنيعيه بالقرن 21 تختلف تماما عن اللي كان قبل 10 سنين قبل 15 سنه. الدليل على ذلك كنا نتذكر الحقبه اللي كان فيها نوكيا مسيطر على السوق كله، الاي مين ساعات ما كان فيها غير الكاسيو. بس هذا الشيء تغير نتيجه اختلاف القدرات التصنيعيه خاصه للافراد. يعني الوقت اللي كان فيه من 10 سنين 20 سنه ما كان فيه ناس تقدر تتواصل مع المصانع بشكل مباشر، ما كان فيه سيرفيس بروفايدر عن صانع برق، كان كله حكر على المصانع ومصانع ما نقدر نوصلها بسهوله. اما اليوم فنحن عم نشوف هلا انطلاق المشاريع، ومشاريع مو بس خلف مؤسسات كبيره مثل نوكيا او غيرها. اذا بدي اعطي مثالين واضحين، في لابتوب اسمه نوفينا، هذا المشروع طلع من حوالي كم شهر، لابتوب خلفه مهندس واحد من معهد الام اي تي بامريكا. هذا اللابتوب خلفه مثل ما قلت مهندس واحد، وما كان انه والله هو عنده مؤسسه فظيعه جباره، لا، هو كل عمليه اللي فات فيها هي كان عن طريق سيرفيس بروفايدرز، يعني ناس عم تصنع له بي سي بي، ناس عم تجمع له اياها، مصانع كلها هو بيقدر يتواصل فيها بشكل شخصي بالصين. لحد هذا اللابتوب مو لابتوب وهمي انه هو مبني على كيت ولا غيره، هو لابتوب مبني فعلا من الصفر وتمول بحوالي 800,000 دولار. المثال الثاني الفون بلوك اذا سمعاني فيه، وهو بالفعل كمان مثال ناجح على مشروع طلع فيه فرد. هلا الفون بلوك هو اذا سمعاني بالبروجكت تبع دريلا وجوجل هارا، فاذا بدنا نحكي الاصل تبعه مين صاحب الفكره الرئيسيه هو الفون بلوك، هو الموديولار فون يعني. فكمان هذا احد الامثله على انه هلا العصر هذا ما مثل العصر الاول، يعني انا كشخص فيني استخدم السيرفيسز بروفايدرز او الصين بامكانياتها كلها متاحه قدامي، يعني ما مضطر اطلع لبرا واسس شركه كبيره وضل استنى 10 سنين 20 سنه لحتى يصير عندي امكانيات ماليه بعدين لحتى اقدر اصنع شيء. هلا الحلو من الموضوع انه شينزن اللي هي لازم تكون كلمه دائما ببالنا، خاصه وقت نحن نوصل على المراحل النهائيه للبروجكت تبعنا، وقت نوصل لمرحله التصنيع، هي بالنهاية اللي لازم نعرفه إنه الصين فيها ولاية شينزن اللي هي بيكون فيها أغلب السيرفيسز تبع الهاردوير من طباعة الدارات لتجميعهم للتستين، فيها كله بيكون بشينزن إضافة للسبلايرز. فهن بسموها سيليكون فالي للهاردوير، إذا بتسمعوا بالسيليكون فالي للسوفت وير اللي طلب فيها أكثر المشاريع السوفت وير نجاحا بسيليكون فالي بأمريكا، فالناس اصطلاحا بسموه سيليكون فالي تبع الهاردوير هو مدينة شينزن. رح نحكي كمان رح نحكي بشكل واقعي طيب شو يعني شينزن بعد. هلا الجميل بالموضوع انه كل هالمشاريع هلا انتم بجوز تقولوا هي مشاريع ضخمه وعالم عايشين برا وكل شيء تمام كل شيء متوفر، بس نحن اليوم جايين لنتعرف على الخطوات اللي عم نمروا فيها، خطوات ما هي حكر انه ناس قاعدين برا وناس متاحين ظروف ولا لا. هلا صار الموضوع مختلف، ما عاد الموضوع انه نحن فينا نصنع هذا الشيء ولا ما في، ما عاد السؤال انه فينا نصنع هذا الشيء ولا لا، السؤال انه نحن عن جد نحن كافراد فينا نسوي تكنولوجيا ولا لا. فمثل ما قلنا السؤال ما عاد انه هل يمكننا تصنيع هذا الشيء، لا، صار السؤال هل نحن كافراد فينا نحقق تكنولوجيا، وهل هو بيلبي اصلا حاجه للمجتمع؟ هلا غير انه عرضنا شويه مشاريع مثل الفون بلوك او نوفينا، دليل انه هلا بالفعل الواقع عم يختلف. انا حصلت بس كميه صغيره من المشاريع العربيه كهاردوير طلعت مؤخرا، حصرتهم بسلايدين هن اذا بدي اعطيهم من مجال اكثر ممكن يعطوا اربع سلايدات بيرجعوا. فعلى سبيل المثال كالحصر بمصر عم نلاقي الات سي ان سي والات ليزر كتر، يعني مثال سيمدكس والاكويلان سي ان سي هاي بمصر. ايضا مجال الطاقات الثلاثيه الابعاد اللي كنا هلا عم نسمع باخبارها وشو التكنولوجيا اللي عم تتقدم فيه بهذا المجال، في عنا اتوم 3 دي بمصر كمان، في عنا تي 3 دي طالع 3 دي برينتر،
بسوريا غير المشاريع الطلابية اللي عم تطلع. أنا عم بحكي عن مشاريع تجارية وكمان على مجال الإلكتروني الصرف. إذا بدنا نحكي عن مجال الدارات العادية ففي هون شيء اللي كمان رح نحكي عنه اليوم. في عنا مثلا ساعة الأوائل كمان هي شغل تطوير مهندسين سوريين. إضافة لذلك الدارات البسيطة جدا عم يطلع كمان كميات كبيرة من المشاريع الجديدة مثل الأردنين والنسخ المختلفة إلى في نسخ من تونس من سوريا إضافة للكتات عم تطلع. فالموضوع بدل إنه نحن قدام مصر جديد بمشاريع الإلكترونيات إمكانيات لازم نتعرف عليها خطوات لازم نتعرف عليها نطلع هذه المشاريع. فنحن قدام طريق طويل في أكثر من خطوة رح تعرف فيهم اليوم من الفكرة لا شلون نوصل لمرحلة التصميم. هلا أول شيء أكيد في عنا فكرة بدها تطلع ببالنا ما هي إنه والله أنا مشروع دورت على الإنترنت لقيت مشروع جاهز جديد طبعا هي مو مشروع نقاشنا اليوم. إحنا عم نفترض إنه بدنا نطلع بفكرة جديدة تخدم حاجة معينة تخدم الناس في شيء معين مفتدينه فطلعنا بهي الفكرة. والفكرة أهم المراحل خاصة الناس اللي هلا بدها تحاول تسوي مشروع تعرف شو يعني إنه تطلع بفكرة شغلة صعبة. يعني في ناس كتير عندهم إدراك تقنية بالسياسة لا ما عم تطلع هاي الفكرة. فالفكرة أهم شيء بالمشروع وخاصة إنه تكون هي تلبي عن جد حاجة وتحل مشكلة ولا هي ما لها طعم في هذا المشروع إلا إذا كان المشروع تعليمي طبعا. هلا بعد ما تطلع إحنا عنا الفكرة اللي مثلا لاحظنا إنه والله في مشكلة بالطاقة فأنا بدي أطلع ديفايس بحل لي هاي المشكلة. فأنا أول شيء لازم أعرف إنه يا ترى في حدا قبلي سابقني طلع نفس الحل للمشكلة اللي أنا أفكر فيها أو يا ترى هل العالم أصلا شايفين هاي المشكلة ولا لا؟ فأنا ببساطة بعمل سيرش على جوجل بدائرة معارفي بعرف إنه يا ترى هذا الشيء محلول ولا لا. وإذا كان محلول ممكن قدام حلين يكون محلول بشكل خارق بحيث ما أصلاً بقدر نافس أنا أو مثلاً ما في أي فائدة إنه أنا أفوت على الخط فيها فممكن أدور على فكرة ثانية أو بعرف أنا وين واصلين بالتطوير وأنا ببني فوقهم يعني بشوف إنه شو في شيء بس ما قدروا يحلوا لي هذه المشكلة وأنا بحلها. هلا المرحلة اللي بعدها أنا الفكرة بعد ما طلعت يعني فكرة مجردة كعنوان مجرد بحاجة إنه أرسم لها مخطط صندوقي بسيط جدا أو سكتش إذا بتكون تسميه هو يعني ما في أي مفهوم هندسي فقط أنت شلون عم تشوف السيناريو تبع هذا الديفايس تبعك اللي بده يحلها شو هالمشكلة هي اللي أنت بدك تحلها أرسمها بشكل جدا فريندلي يعني بدون أي تعقيدات مجرد سيناريو. بعد ما طلعنا من خطط الصندوقي هذا بيحفز عنا الافكار انه يعني عم نحط سيناريو عم نتخيل معناته شو في الفيتشرز تبع الديفايس تبعنا فهي كثير مهمه هي الخطوه. بعدها نحن بحاجه نفوت شوي بالمواصفات تبع المشروع تبعنا يعني انا بحاجه لضيف مواصفات المشروع تبعنا شغله شغله يعني مثلا انا بقول انه المشروع تبعي والله انا بحاجه انه اتواصل مع الكمبيوتر نحكي بشكل مجرد جدا بهي المرحله فقط انا عم بقول انه انا بدي بحاجه بهذا الديفايس يكون في تواصل مع الكمبيوتر انا بحاجه انه هذا الديفايس يشتغل على بطاريه قابله للشحن لانه هو يبرده انا بحاجه انه يكون في اليه للتعرف على اليوزر فهي المرحله مهمه فقط هيك ندون هذول الفيتشرز لانه راح تفيدنا بالمرحله اللي بعدها هي انه نحط مخطط صندوقي مفصل اكثر. طبعا لسه هلا احنا ما فتنا بتفاصيل تقنيه ابدا لأنه ما توافقنا بالتفاصيل التقنية قبل ما نضبط الفكرة كبلوكات لوجيك ببالنا نضيق بين التفاصيل وبين الفكرة بحد ذاتها. فهي الخطوة أنا بمسك بتخيل السيستم تبعي كله كبلوكات وبرسمه أنا بشوف شو في عندي إنبوت شو عندي أوتبوت يعني صار مثل هي الرسمة إنه أنا عندي ديفايس رياضي معين فأنا بعرف شو في عندي إنبوت بعرف شو عندي أوتبوت يعني بس أنا بقول لا عندي أوتبوت فبدي لازم يكون في شيء جرافيكال فبحط إنه في عندي جرافيكال إنترفيس مثلا قلب السيستم شو عم يصير مثلا شغلات معينه ومعالجات معينه عم حطها انا بس كبلوك دايجرام بدون اي تفصيلات تقنيه. هلا بعد ما انا حددت المواصفات والديفايس تبعي كشيء مجرد انا بحاجه لاعمل بحث موسع اكثر عن التكنولوجيا اللي انا بدي استخدمها حق هاي الشغلات يعني مثلا انا قلت انه بدي حق التواصل مع الكمبيوتر كمان او مع السمارت فون فانا بحاجه اعمل بحث انه انا شو التكنولوجيا اللي بستخدمها يعني هي ترى RF هل هي ترى واي فاي هل هي بلوتوث
هذا بحاجة إن أعمل له مرحلة لحاله قبل ما أبلش بأي تفصيلات تقنية زيادة مشان أعرف أنا وين ماشي. يعني أنا إذا بدي أستخدم بلوتوث أكيد يختلف 180 درجة عن استخدام الواي فاي كشيء تقني. فهي المرحلة هي مهمة. مثلاً أنا إذا بدي أصغر بستخدم شيء، إذا أنا بستخدم LCD عادية ولا بدي أستخدم شاشة موبايل تي ولا شو، أنا إذا بدي أتعرف على اليوزر شو هي أحسن طريقة؟ ممكن خلال البحث يطلع عن RFID أو RFID مثلاً كرت هذا، أو ممكن لا شيء أبسط تكون كم زر أو أي شغلة تانية. فأنا بحاجة أعرف أكثر شو هي التكنولوجيا اللي استخدمها بناء على المرحلة الماضية اللي أنا حطيت فيها طلبات تبعي بشكل مجرد. هلا بعد ما حطينا هاي المتطلبات تبعنا وعرفنا التكنولوجيا اللي قلنا نستخدمها، احنا بحاجة نفوت بطور تعلم. يعني مو دائما كل شيء احنا بنستخدمه بالبروجكت تبعنا عندنا المعرفة تبع المعرفة اللي متعلقة فيه. فأنا مثلا إذا بدي استخدم RFID فأنا بحاجة أعرف شو هي الموديولات اللي بدي استخدمها، أو أنا مثلا إذا بدي استخدم بلوتوث فأنا بدي أعرف شلون بدي أشتغل بروتوكول بلوتوث، شو في موديولات، شو بدي أوصلها. مثلا إذا قلت بلوتوث معناتها بجوز أنا بدي استخدم بروتوكول SPI لأوصله مع المايكرو كنترولر. فهي المرحلة بقدر أنا أحدد فيها، طبعا بعد ما حددت بقدر اتعلم فيها البلوكس اللي انا بدي استخدمها، البلوكات المعرفيه اللي انا بدي استخدمها بالمشروع. طبعا التعلم بيكون مو انه تعلم مفتوح، وما يخدم انه انا نجز المخطط الصندوقي اللي حطيته اصلا بالمرحله اللي قبل الماضي. هلا احد الشغلات الواقعيه اللي بتمر معنا خلال البروجكت خلال التعلم، انا مثلا بستخدم مايكرو فبجوز انه اضطر لاستخدم كيت معين لا أسهل على حال. فأنا هون حبيت أوضح شوي عن مفهوم الكتات، لأنه كنا بمر بصادفة يعني بيقول له والله محمد شو عندنا اليوم كتات، بيقول له في أردوينو، طيب شو كمان؟ والله الأردوينو في منا مونو، في منا يان، في منا ليوبورد. بيقول له بس لا لسه في عندك راسبيري، طيب شو الراسبيري؟ شو بالنسبة له؟ في راسبيري بلاس، في راسبيري بي، اي، وهلا طلع من اثنين. خلاص لا لسه في عندك بيجل بون، لا كمل. فنحن لازم نكون واعيين وقت نحن بدنا نختار الكيت اللي بدي استخدمه انا لنجز مشروعي بطور التعلم. فحبيت انا اعرض مثال على ثلاث كتات مشهورين مقارنه بيناتهم، اللي هن البيجل بون راسبيري باي بلس والبون. طبعا المايكرو كنترولر الناس السنه الاولى خاصه من الجداد الموضوع هو التشيب باي اللي انا برمجها بحط عليها الكود البرمجي تبعها. هلا حبيت انا احط هذا المقارنه مع انه انا ماني مقتنع فيها وهلا بتعرفوا ليش. لانه انا عم بحكي على اونوف، انا عم بحكي على متحكم 8 بت سرعته 16 ميجا هرتز. طيب بيجي بيحطوا لك مقارنه مع راسبيري باي بلس اللي هي بنية ارم 30 بيت وسعرها 700 ميجا هرتز. طيب انت شلون تقارن هي الصحفات اللي اسمها اونو من ناحيه الاداء مع شيء مثل راسبيري باي بلس؟ ما هو موضوع تحزب انه والله اردوينو ولا راسبيري بلس راسبيري؟ لا بالعكس، نحن لازم نحضر هذا الشيء بشكل مجرد تقني. يعني انا اذا عندي مشروع والله في روبوت كان حساس وكان محرك، شو الفائدة إنه أحط في رازبيري في 700 ميجا هرتز وفي 30 بت؟ يعني أنا وقت أفكر بالمشروع أفكر بهي التفاصيل، أنا ما في أي فائدة إنه فوت بمستوى أعلى كتير من حاجات مشروعي بس لأنه إنه والله أنا عم استخدم رازبيري باي أو إنه بتستخدم بيجل بون. طيب إذا واحد قال لي والله أنا مشروعي في روبوت وفي تعرف الصورة وفي معالج إشارة ما بعرف شو غير، معك حق تستخدم رازبيري باي أصلاً أو بيجل بون. وبالنهاية بالنهاية هي الكتاب ما لازم نحن يعني نوقع ب يعني التحزب تبعهم انه والله اردوينو جماعة مين جماعة اردوينو مين جماعة راسبيري باي، لا نحن بالنهاية بنعرف الكتاب انه هي رح تساعدنا رح تقدم لنا خدمة بسيطة انه هي ما رح تفوتنا بالتفاصيل تبع شلون نوصل مايكرو ولا شلون بتجيب معالج وشو بتحط الطرفيات. هلا بداية انا ما فاهم هي التفاصيل، بيهمني انه نجز مشروعنا باسهل الوسائل. فهي النقطة لازم يكون في بالي، أنا بدي استخدم كيت ما استخدمها إنه هي لاسمها أو لشيء معين، حتى لو بدي اشتريها. هلا غالب الأحيان شو بيقولوا لك؟ بدك تشتري كيت والله روح اشتري أحسن سعر وأكثر من ميزات.
هذا الشيء مو صحيح. أعطيكم مثال واقعي، مثلاً كيت لانشبات تبع تكساس إنسترومنت، أحد الكيتات اللي منتشرة هلا، واللي أحد الكورسات عم تساوى عليها حالياً كورسير أو إنجلسا. أعطيكم مثال ليش مو واقعية. هلا جزء واقعي إحنا كنظرة طالب إنه والله رخيصة وفيها ميزات أحسن من الدون فبجيبها، بس فعلياً إذا ما نفكر بالمشروع السكوب تبعه كامل هي ما مفيدة. ليش؟ لأنه الأونو هي مبنية على متحكم 8.328. بالنسبة للنشاط هي مبنية على معالجة كورتكس إم 32 بيت، هي ميزات كتير كبيرة تمام، بس هي غالية. يعني أنا وقت أنا بدي تخلص من حتى الكيت تبعي، أنا هلا بالنهاية طالب مثلا نفذت وصار المشروع كله تمام وشغل، أنا بحاجة لمرحلة بعدها من تصنع مزبوط، فأنا أكيد ما رح أقبل المنتج النهائي تبع الكيت، النهائي بدي أنقل هالمكونات هي للمنتج تبعي وبيعه. فأنا إذا استخدمت أون مثلا وكان كافي معي، فأنا حق المايكرو لحاله ما بيتجاوز 2.5 دولار أسوأ الأحوال، فعليا وقت أحكي كيف ماس برودكشن وصل 1.5 دولار. أما لو استخدمنا اللانش بار بالرغم من إحنا وقت جينا اشتريناها شفناها 2 متقاربين من الأسعار وهذيك والله ميزات أحسن. متخرف بعدين وقت التصميم بلاقي انه المعالج هذا شيء شايف يعني شايف شو سعر المعالج تبع اللانش بار، بتشوف بتلاقي سعر المعالج لحاله حوالي 10 دولار. يعني شوف الفرق بين انه 1.5 دولار و10 دولار. هي ال 8.5 دولار هي انت وقت بدك توصل لمرحله الانتاج تندم حظك انه شو الخطيئه اللي سويتها انت استخدمت التكساس انسترومنت. طبعا هي مو بسهوله انه انت وقت تصلح خطاك وقت توصل لمرحله التصنيع انه والله خلص هلا بدي استخدم بدي ارجع استخدم الكودنج، ولا مو الشغل بهذه البساطه. هي بعد ما بنيت الكود كله وتعبت وجربت وعملت فيريفيكيشن وكل شيء وصلت لهي النقطه. من هون مهم كثير نحن نطلع المشروع بالسكوب كامل تبعه. يعني هلا صحيح عم نجرب نكوي، بس انه يكون في عندنا نظره لقدام انه انا بدي مثلا افكر في اطلع فيه منتج تجاري، لا بدي اعرف هي النقطه، دور بالكيت على المتحكم تبعه، شوف ميزاته على المتحكم، شوف سعره، شوف توفريته بالسوق. طبعا عم بحكي السوق مو محلي ما في عنا شيء تقريبا، يعني متحكمات قديمه يعني. كمثال ثاني هلا انا بدي استخدم مايكرو تكساس انسترومنت، بس حدا بيعرف انه تكساس انسترومنت هي شركه امريكيه بالنهايه ما بتسمح انه تتعامل مع كل الافراد خاصه اللي عليهم عقوبات دول عليها العقوبات. فانا هي كمان مثال ثاني انه انا شلون بدي اختار الكيت. يعني مثلا استخدمت تكساس انسترومنت انا رح يعذبني كثير بالتصنيع، لانه ما رح يعطوني الخطا لحتى انا اوقع كود معينه مع الشركه يكون يضمنوا انه والله هي الديفايسز ما رح تروح على بلدان معينه اللي عليها عقوبات. اما لو استخدمت اوربينو فالامر مفتوح، اما استخدمت مايكرو تشيب مثلا فممكن يكون الامر مفتوح. فهي احد الشغلات اللي لازم تتبعها. موضوع ثاني مثلا انا الديفايس تبعي بورتبل، فانا مو منطق ابدا استخدم متحكم معين بشرط طاقه. يعني انا هلا اول شيء عم اشتغل على كيت ماني شايف موضوع صفه الطاقه بالموضوع، بس انا لو فعليا بعرف السكوب الكامل لازم انتبه لهذا الموضوع. انا عم ببني هلا بروجكت، هلا بجوز وصلوا بالترانس هلا وضعي تمام ما عندي مشكله بصفه الطاقه، بس بعدين وقت توصل للمرحله بعدها انه تشتغلوا على البطاريه عندك باور كونسبشن صار موضوع كثير كريتيكال. فمو معقول انا استخدم متحكم في سحب الطاقه كبير، وهذا ما راح اشوفه اذا انا بدي ضل بس انه اشوف انه والله هي كيت اوربين خلص بجيبها لانه هي كلها عم تشتغل. لا، برجع على الداتا شيت تبع المتحكم شوف قديش الصرف الطاقه تبعه وبعرف انه هل هو مناسب للتطبيق تبعي ولا لا. طبعا بهي المرحله دائما التسجيل ما بيكون انه على دارات مطبوعه. يعني احد الاخطاء اللي بنقع فيها بنوع انه او معظمنا بدايات انه والله خلص هلا بحط خطه نظري لاحسان زدته بسويه بدار مطبوعه وبجرب عليه. لا ابدا من الموضوع هيك، اول شيء نجرب على التست بورد الفيبرا بعدين نتاكد انه كل شغله صح ننتقل لخطه نظري كمرحله ثانيه. ومن المهم كمان انه نعرف موضوع السيميوليشن كثير مفيد، لانه يعني في شغلات ما بحاجه انه نحن نشتريها هلا نعرف شو اسمه شغال معنا ولا لا، خاصه نحن لسه ما وصلنا لمرحله انه نحدد تماما انه والله هذا الترانزستور الرقم الفلاني انا اللي بدي استخدمه. انا بس بدي اعرف انه يا ترى هالبلوكايه اللي بقلب المخطط كله مثلا المفروض تنظيم جهد انا راح استخدمه او مو تنظيم جهد، المفروض فصل
شيء معين بدي استخدم فيها دارة الترانزستور بتشكيل معين. فأنا لسه ما فتت بتفاصيل إنه والله أنا بدي استخدم بي سي 3037 أو غيره، لا أنا بحاجة لأجربها أول شيء من ناحية المنطقية هل هي شغالة ولا لا. فبستخدم برامج السيموليشن اللي هي مثل دنتي سبايس يعني شوف على اليسار، أو بلوتوث بالنسبة لل خاصة اللي لسه ما أخذوا كثير بموضوع الإلكترونات تكون بلوتوث بيساعدوني. إذا خلصنا مرحلة التعلم بما يخدم إنه أنا نجز الروك دايجرام وجربته طبعاً، فهون عن جد بكون وصلت لمرحلة حط المخطط نظري اسمه مفهوم السكيما. ما بلش فيه أبداً قبل ما أنا أتأكد تماماً من فكرتي المراحل اللي مرينا فيها، وأتأكد إنه أنا قدرت نفذها من ناحية إذا نحكي العلمية أو المجرد. فهون فينا بقى ندور شو هي البارتس اللي أنا بدي استخدمها. الترانزستور بدي استخدم الترانزستور فلان منظم جيد، بدي استخدم منظم جيد فلان. بهاي المرحلة فيني أحكي بأريحية إنه أنا هون راح أحط. طبعاً البرامج المستخدمة بهيك شيء للمخططات النظرية ومخططات برامج هن أربعة محطوطة منهم ثلاثة: إيجل، كيكاد، الألتيوم، في الأوركا. طبعاً إحنا عندنا بالبلد كسوق عمل نهاية في إيجل ومنطقة الشرق الأوسط يعني أغلبها بتشتغل عليه. بجوز إذا طلعتوا على أوروبا فهم بيشتغلوا مع الألتيوم. كمان في الكيكاد هو مشهور خاصة اللي هو موجه مفتوح المصدر. في كمان الأوركا كمان قوي موجود على الساحة. طبعاً كمان نفس القصة ما في إنه والله أنا بشتغل على الألتيوم لأنه أضخم. لا أنا بيهمني برنامج أقدر أرسم فيها الدارة المطلوبة تبعي. صلى الله عليه. أما لو أنا مثلاً أنت بحاجة لفكر إنه أنا بدي أستخدم شيء ضخم مثل الألتيوم أو مثل الأوركا، وأنا مثلاً أحكي عن مشروع في هاي سبيد سيجنالز مثلاً، فهون الألتيوم بقدم لي أدوات فيها الحسابات هي تبع الهاي سبيد والترددات العالية، يعني معظم مشاريعنا اللي فيها مايكرو كنترولر هي لا تتجاوز سرعة يعني كسيجنالز كهربائية لا تتجاوز مثلاً 1 ميجا 2 ميجا، فهي ما كثير مشكلة كبيرة بتصميم دارة الأوراق. إذا طلعنا أبعد من هيك عن جد على مستوى معالي جدا 700 ميجا هرتز نقل عالي، فأنا بحاجة مثلا لمنتين للهالتيوم أو للأوركا. هلا طبعا في ملاحظتين للموضوع. أول ملاحظة يعني كنا طلاب وكنا مثلا نوصل على السنة الرابعة بينتابنا تبع الشعور إنه ما اشتغلنا شيء وشو هالمواد اللي عم يعطونا وليش كل هالزخم بالمعلومات، وانه ابو محمد شو عنا هذا الفصل والله عنا الكترونيه 2 يا الله. طيب والله الكترونيه 1 لسه ما استخدمناها ولا عرفنا عنا شيء، شو عنا عنا تحكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لكن لسه ما عرفنا شو فوائدها على ارض الواقع. هذا يعني عادي هذا الشعور، بس وقت الواحد يطلع ويشتغل بصير بيعرف وبتمنى انه مو بيعرف انه ليش اخذ هاي المواد، بتمنى انه ركز عليها اكثر. مو طبعا المواد المهمة ما عم نحكي المواد اللي كنا متفقين انه بجوز فيها خلل معين. فهي هاي المواد كلها هي عبارة عن هاللبنات هي اللي رح نستخدمهم بعدين، خاصة بمجال الالكترونية. يعني مثلا اذا عم نحكي المواضيع اللي بتعطي مثلا خاصة للطلاب مثلا الحواسيب الالكترونية، قصص الالكترونيات، الالكترونيات 1 و2، هي عن جد بتشكل لبنة اساسية انه تشتغل لبعدين. بس هي بالنهاية مثل ما هي موضح الصورة، هي بالنهاية لبنات مفرطة ما لها أي قيمة إلا ما تسمى اشتغلنا على أرض الواقع أو اشتغلنا عمل. يعني بذكر أنا أول ما بلشت بتنفيذ الدارة أول مشكلة واجهتني إنه ما كانت تشتغل الدارة وأصلاً جت ما كان يبين، بالنهاية يبين بس إنه أنا ما حد غلط. يعني مثل هاي المفاهيم بجوز ما تكون وضحت لنا إنه كطلاب إنه وإذا ما حط الأرض ما مشكلة. نحن فعليا كنظريا ما نرسم ارض شلون مكان ما نهتم بهالامور هي، بس هدول الشغلات العمليه هدول بالنهايه رح يمسكوا لي هاللبنات هي ويوضعوا لي اياهم بشكل صح. هدول الشغلات التطبيقيه اللي ما بتطلع معنا غير وقت نحن بننفذ بشكل عام. ملاحظه ثانيه انه الخطوات هي كلها اللي حكيناها هي ما خطوات تسلسليه، يعني ممكن باي لحظه من اللحظات اي خطوه من الخطوات اكتشف انه انا بحاجه لارجع للخطوه اللي قبلها. فهي بالنهاية كلها يعني في أكثر من طريقة إنه شلون تقسم مراحل المشروع تبعك، بس هي بالنهاية شغلة منطقية وتابعت لك، بس أنت ممكن تساعدك هي المراحل المنطقية. الموضوع الثاني شفتوا الصورة أنا ما رح ترجع.
كمان موضوع ثاني، هلا نحن طلاب حوزي، طلاب الكتروني، الشيء اللي تساعد انه والله هو طبعا الطبيه يعني كيف موجودين، بس عم بحكي كاتيجوري. الشيء الساعد انه الكترون خلص الترانزستورات والمقاومات والمكثفات والشو الحوزي لا بيجي، بس هي مو هيك القصه. هلا حاليا كل شيء عم يطلع برودكتس، هي بالنهايه جزئين اساسيين مثل ما شايفين بالصوره، هن عباره عن هالقسمين، قسم الهاردوير قسم الفيرمر او الكود. يعني هلا قليل لتشوفوا ديفايس عم يطلع بيكون هو عباره بس عن شيء الكتروني، لا بيكون شيء الكتروني في كود هذا خاص. خاصه هلا يعني التوجه الاكبر انه عم يكون التركيز على الكود، يعني انت تقدر تبرمج الالكترونيات وعم يخف استخدام الالكترونيات. في كثير حالات بتلاحظ بتكب قطعه معينه وبتستبدلها بمايكرو كنترولر وترانزستور ومكثف. الملاحظه اللي بعدها، نحن عم نحكي انه بدنا نحط ديزاينات الكترونيه او بدنا نحط مخططات منها. فالشيء لازم يكون ببالنا انه نحن هلا خاصه بوجود الانترنت الاقتصاد، يعني خاصه بوجود الاوبن سورس والناس اللي عم تنشر الشغل تبع الاوبن سورس، هذا كثير لازم يكون ببالنا وقت نشتغل. هذا له كثير فائده، لانه يعني انا كثير مفيد انه اطلع على مخطط حاطين مهندسين مشتغلين عليه بجوز سنه سنتين، واستفيد من الخبرات اللي حاطينها. يعني مو مصلين لا رحبت المخطط الا بعد ما وصلوا وجربوا وتاكدوا انه كل شيء شغال. فهي احد امثله لمثلا اداره معينه انا كنت بحاجتها. فموضوع الاوبن سورس سهل علي، انا شفت المخطط النظري، شفت انه اذا في شغلات معينه لازم انتبه عليها بالمخطط النظري، كمان حاطين لي حتى بي سي بي، كمان ممكن نتعلم فيها طريقه شلون نوصل الكونات مع بعض على مستوى البي سي بي. حتى ابعد من هيك شغله بنشوفها وقت التصنيع، وان شاء الله بيوصل للتصنيع بتذكرني فيه، انه هدول الناس عم يساعدوا، يعني مو بس بينشوا المخططات اللي هي النظريه والعمليه سكيماتيك والبي سي بي، حتى عم ينشوا اللي هي بسموها بيل اوف ماتيريالز. هاي شو شغلتها؟ نحن وقت نوصل لمرحله التصنيع انا ببعث لتصميم البورد تبعي ببعثه كرسمه، هن بسموها مفهوم جرب افكار. بالنهايه هن شايفين كمصنع شلون موصل عندي كصوره اذا بدكم تعتبروها، وبيعرفوا انه والله العنصر سي واحد هو قاعد بيقرني العنصر الار واحد قاعد بيقرني اكس واحد قاعد بيقرني، هي كلها بالنهايه عناصر. فانا كزلمه بدي اسوي هذا الديفايس ببعث له جيب بفر اللي هي من الدي سي بي للتوصيل، ببعث له ملف اسمه البي او اي بيل اوف ماتيريال. يعني انا كمان سي واحد اللي هي مكثفه هي قيمتها كذا، وهي المانوفاكتشر تبعها او الجهه الماركة تبع إذا كنت تعتبره كذا. فأنا خاصة نحن ناس مبتدئين لسه ما بلشنا، كنا يعني غالبنا هي عم نحكي لساتنا بطور إنه نحن بدنا نطلع من شيء. فأنا كثير صعب علي مثلا دائي أنا أفضل والله مانفكتشر للمكثفات. تعال خلونا نتحزر مين المانفكتشر للمكثفات خاصة هلا بيحلوه. روح بقول له إذا بتريد أعطينا مقاومة ربع، هذا بيقول له إنه مقاومة ربع بس والله ما في لبس زر. هذا هي الشغلات ما يعني ما ممكن تصبح غير بالخبره، التواصل مع العالم اللي برا هذا صعب. اما حاليا بوجود المصادر هي اللي بيفتحوها وبيحطوها على الانترنت، انا عم شوف بيل اوف ماتيريال لديفايس ومجرب وطالع، فانا عرفان الجهه اللي بدي استخدم منها المكثفات والملفات والمقاومات، انا ضمنان انه عم استخدم المانيفاكتشر الصح. فهي كمان الشغلات ساعدنا، وفي كثير شغلات ممكن تساعدنا بس ما رح نفوت بالتفاصيل. هلا رح احكي امثله واقعيه، مثال واقعي لانه كان انه حسيت حكينا حكي نظري بجوز ما كثير يعرف بالمخ. فخلونا اول شيء نرجع ل 2011 ممكن نمشي 6 شهور قاعدين هلا نحن عم ندرس او قاعدين كنا عم نشتغل، طفل الكهرباء تمام؟ عم نطفي ساعتين بعد شيء، بعد طفيت ساعتين عم بحكي 2011 معناتها في مشكله، لا فتحنا الفيسبوك طلع انه خلص صار في هلا تقنين وكنا اقرب مع الوضع العام. العام هيك ما بمشي الحال، يعني مردوديه الشعب كلها بدها تصير صفر. معناتها انا والله لازم اطلع بفكره مشروع معين، على الاقل اشتغل معي الراوتر بقدر اشحن الواو. فهلا طلع معي هلا معي اللمبه انه انا عندي هلا فكره مشروع، انه انا بدي اشغل الراوتر وشغل او اشحن الموبايل. فهي طلعت عندي الفكره. بعدين طيب نشوف يا ترى في بالسوق هي الفكره، هل هي منفذه؟ طب هي ما منفذه؟
في زي خلصنا احنا من مرحلة التعميم اللي هي موضوع التدوين، فتبدو انه هي مالة موجودة. فهي طيب تحديد مواصفات، مين بيساعدني؟ شو انا بدي اضيفه؟ مين بيساعدني؟ شو في مواصفات ممكن نحطها بهيك دائما مثلا؟ اكيد. طيب شو في اخطاء ممكن تصير مع اليوزر؟ قطبيه تمام. هاي حلو، هاي عم نحط مواصفات ديفايس الاضافيه، هاي القطبيه شلون؟ تمام. هاي شو اسمه، في عنا يعني في خليه اسميه اداره الشحن مثلا للبطاريه. مو سبب كان شغال على البطاريه. يعني طبعا ما تستهلك البطاريه. حلو. اي اداره دار التفريغ. حلو كمان. طب شلون؟ جهة غير منتظمة. قصدك هاي انت عم تحكي انفرتر صار؟ انه هي بيور ساينويد. هلا نحن عم نحكي هلا بس انه دارة الشحن العادية اللي شغلنا رابعة. طيب ممكن طيب دارة حماية احتفاظ شهد. ايه تمام حكينا احتفاظ شهد يعني حكوها شيء انه ما يتصور يكون يتصور وصل التمرين. يعني هاي شايفين هاي يعني طلعت معنا فكرة وهي حددناها كل مواصفات. شوفوا مثلا هاي طبعا المرحلة اللي عم بحكي لكم يعني فريندلي عن جد. يعني تخيلوا المرحلة 2011 بس انا حطيت هيك بلوك فريندلي كثير. انا شو عندي؟ عندي هالبطارية 12 فولت، عندي هالراوتر، عندي هالموبايل، عندي الاختراع العظيم اللي بينهم. اجينا على المرحلة اللي هلا فكرنا فيها سوا. شوفوا شو في ممكن نطلع معنا يعني مواصفات الاختراع. طبعا حماية عكس التطوير اللي حكاها لكم، حماية من جهة الدخل المرتفع. مثلا في شغله بدي اضيفها انه تتحكم فيها الموبايل، انه هلا بدي افصل البطاريه وهلا افصل البطاريه كيف يعني. دائرة شحن البطاريه كمان حكيناها شغله. فصل البطاريه بوجود الكهرباء، فصل وصل التمرين، فصل البطاريه عند الجهد المنخفض. فشايفين هي المرحله اللي هي كانت المرحله الثالثه اللي حط فيها الفيتشر المجرده ترى انا الديفايس تبعي. هلا بعدين حكينا بنحط مخطط صندوقي تفصيلي اكثر بيوضح لي بقى انا وين فايت بالمشروع. فشايفين هدول الفيتشر حطيتهم انا كبلوك دايجرام كثير بسيط. عندي هذا الاختراع اللي هو الريموت، عندي الدخل اللي هو البطاريه، عندي الدخل الاي سي اللي بدي اشحنه للبطاريه، وعندي خرج للبطاريه وللموبايل. حلو. طيب بعدين بدي افكر انا جوات الديفايس تبعي شو في بلوكات منطقيه. اول شيء حكينا انه بدي شيء اول شيء لازم تحقق منه بالدخل انه ما يكون في اكس قطبيه. فحطيت انه عندي والله اكس قطبيه. بعدين بدي اتاكد انه والله ما يروح يوصل لي بطاريه سياره يولع الدنيا بالجهاز تبعي. حطيت هاي فولتج بروتكشن. بعدين حطيت الباس للراوتر، هي ممكن يعني اتحكم شوف انه يا ترى وصلت للراوتر ولا لا. قلت في بدي تواصل مع السمارت فون، مع سمارت فون، بعمل كوميونيكيشن للسوزر. التشارجنج سيركت بين الاي سي وبين شحن البطاريه. 5 فولت ريجوليشن مشان من جهه للموبايل. وانديكيترز لليوزر يعرف انه ترى هلا شحن البطاريه هلا شغاله ولا شو. فهلا خلصنا من مرحله نحط خطه تفصيلي، خطه منطقه تفصيلي. هلا بعدين قلنا نعمل عمليه بحث التكنولوجيا اللي بنستخدمها لنحقق فيها هالبروجكت تبعنا. انا مثلا صرت بدور على جوجل انه والله بولاريتي ريفرس بولاريتي بروتكشن على جوجل، فصار يطلع معي نتائج بر وبحر. مثلا خلونا نفترض انه والله لقينا انه الديودات هي الحل تبعنا، حطينا معنا الديودات. شفنا الموضوع عكس التطبيعي، عم بحكي هلا للتبسيطية، أكيد شغلات أعقد من هيك. زينرال تمام؟ تنظيم الجهد. حماية الجهد أقل، حماية الجهد المرتفع حكينا زينرال. الشحن لقينا هي دارات في بر وبحر بتستخدم بس منها ديودات، ترانزستورات وكثيفات تمام؟ التحكم طلع معنا إنه بنستخدم مايكرو كنترولر، مو بنستخدم شيء فظيع مثل الـ FPGA. التواصل مع اليوزر
قلنا انه بلوتوث انا مساء ما بحاجه انه يكون والله قاعد بطابق ثاني الزلمه بده يتحكم بالهالدار تبعي، بكفي انه كمبيوتر فالبلوتوث شغال معي بحاجه انه اشتغل بالبروتوكول مثلا بالاسبي. انا عم بحط الشغلات اللي انا عن جد كشغلات تكنولوجيا على ارض الواقع بدي استخدمها. التنقيه مثلا للدار ما بحاجه يعني شغله افظع من هيك. هلا رح نمشي خطوه خطوه ونشوف شلون نمشي بالبلوك دايجرام ونحاول تنفيذه. هلا انا يعني جمعت تقريبا ثلاث خطوات بس مشان اوضح يعني في تعلم وفي تجريب وفي كل هي الخطوات بس للتوضيح شوفوا شلون رح نمشي خطوه خطوه. اول شيء الريودانت رح مسكنا وقرينا وشلون نستخدمه وكل شيء تمام. فاكتشفنا انه والله اكسر قطبيه كافي ان استخدم ديود على الدخل تسلسلي بحميل دارا من اكسر قطبيه، فخلصنا من اول مبدا. جينا على اللي بعده الشغل المرتفع نستخدم زي ما وصل الله وبركاته. دارة يعني تنظيم مو تنظيم جهد الفولتج ريجوليشن للموبايل مثلا 78.05 خلال الريسيرش، لأنه والله في دارة جاهزة 78.05 رح نستخدمها. الآن نحكي افتراضات هي الشغلة أعقد من هيك شوي. قلنا عن جزء التحكم نحطه في السيكون أو المايكرو كنترول. الكوميونيكيشن ويز يوزر حطينا البلوتوث. الإنديكيتورز حطينا البلوتوث. في تفاصيل كمان بس هلا وصلنا لنقطة فينا نحكي إنه نحط مخطط نظري، نحط مخطط عملي، نطبق نطبع الدارة ونبارك أول بلوتوث. هلا طبعاً البي سي بي جربنا عليها وتأكدنا من كل شيء وصل صح، حطينا وتأكدنا إنه كبي سي بي خلاص شغلنا صح واشتغلنا بالباكج اللي بده يوصل لليوزر النهائي ووصلنا لمرحلة التصنيع. نحن بحاجة نكون في عنا لمحة عن التصنيع. أكيد أحد هلا الأسئلة اللي بتبان طيب شلون عم تتم عملية التصنيع لهالشغلات الموبايلات وغيره؟ يعني أكيد ما مو الحاملة وبالنهاية ولا وأكيد ما هي الإمكانيات المتوفرة عنا بالبلد. فشلون بتصير الشغله؟ هلا برا برا حكينا في شينزن اللي هي ان المكان رقم واحد اللي بيرتاحوا جميع الناس اللي بيشتغلوا بشريعة هذا. هلا اول شيء لازم نحطه ببالنا مرحله التصنيع، امنع كل شيء تكنولوجي، كل شيء شغل علينا، انه بحاجه نحن نتواصل مع سبلايرز، سبلايرز اللي هن الناس اعتبروهم مثل الحلبوني تبع برا. الناس اللي بدها تأمننا قطع هن بسموها سبلايرز. هلا في عندنا شغلتين، في ناس بيطلعوا للصين بيروح على سوق شينزن، مو معروف يعني في سوق الكترونيات بشينزن مع فارغ من يعني مع عدم التشبيه مع الحلبوني بس هو مثل الحلبوني. لأنه هو يعني مو مدينة كاملة، سوق مدينة كاملة. هلا اللي بده كمان يطلع في عندنا سبلايرز الكترونيين يعني نفسهم هدول جماعة الصين في لهم مواقع معينة فينك تتواصل معهم على الانترنت مثل علي بابا، تباوت، علي اكسبريس. هدول يعني تقريبا جزء من هذا السبلايرز الموجودين هنيك على ارض الواقع لهم مثل متاجر على هي الموقع، انت فينك تتواصل معهم. اللي حابب يجرب التسليم او حابب يتعلم في كمان عاملين انشاط خصوصي لهم اسمه تريد ميل. هذا شو بتفوت مثلا على صفحه السبلاير بتقول له بتضيفه على التريد ميل، جرب تضيفه بتصير بتتواصل معه، بتقول له والله معلم بدي مقاومه بترسم منها. هذا بدك نتواصل معه وناخذ فكره معه نشوف تسعير يا ترى شلون، مثلا تقول له انا والله بدي متحكم بميجا 8 500 قطعه وسألنا شوفوا الخرافه اللي بتخرفها بحلها. هلا كمان موضوع التصميم. هلا التصميم قلنا يعني اكيد مو بس انا صنعت البي سي بي وخلصت يعني ما وقت النمزجه الشغل والحمد بايدي ما في مشكله، بس طيب بعدين شلون عمليه التصنيع بتصير؟ هلا برا بكون في الات ادمت هي القصه، يعني مثلا البي سي بي مانيفاكتشرنج هي لحاله بحس خاص ما راح افوت فيه، بس في الات هي بتنتج لك الكميه اللي بدك اياها المواصفات اللي بدك اياها. موضوع الاسمبلينج يعني انا عندي صار بي سي بي بدي احط عليها القطع. هون في عندنا آلتين اساسيات، الآلة البيكاند بليس واللي هي مهمة لما تمسك العناصر وتحط لنا اياهم باماكن التموضع تبعها الصح، يعني هي يعني آلة فظيعة جدا، فيها فيجن حاسوب يعني صار حاسوب تمسك كل العنصر يعني
مثلا هلا بدي احط المكثف سي واحد بالمكان تمسك تشوف وين الناصر سي واحد تمسكه وتحطه بالمكان. هاي اسمها بيك اند بليس. هلا بعد ما حطينا بيك اند بليس هي بس انه جمعت العناصر على ارانيه بكون في مثل معجون. تمسك هالبورد هاي بتحطها ب قاعده اسمها ريفلو اوفن. هاي لما تمت الفرن بتسخن البورد تبعنا بهالمعجون بتدوب بتصير يعني بتصير هذا التصوير اللي انت مشوفه الصوت وخالص. انا هي هاي المرحلتين الاساسيات بعمليه التصنيع. هذول كلهم كلهم يعني شغله السباك فينا تتواصل معنا عن طريق العنبر والتبرد. كمان هذول فينا نتواصل معنا عن طريق التبريد في نوفا لاب مثلا. هلا رح نشوف مثلا شو هون شيء بستخدم سيرفر بروفايدر لهي قصه اسندينج والقصص هاي اسمه نوفا لاب. هلا رح نحكي شوي عن المشاريع على ارض الواقع ناجحه والكترونيه. هلا هذا المشروع حبيت احكي عنه اسمه بيبل وفي ساعه ذكيه ثانيه نسيت شو اسمه كرايوس. هذا حبيت احط هذا المشروع بس لشغله وحيده اللي هي موضوع التمويل اللي اكيد بيشغل بالنا كلنا. يعني بالنهايه بدنا نسال سؤال انه طيب نحن من وين نمول حالنا؟ يعني معنا 100,000 دولار لحتى نطلع هيك مشروع؟ نحن قدام حلين يا ما بنلاقي يا ما بنعرف نطلع يا ما بنكون ولدانين بتمنع معنا الدولار يا اما بيكون يا اما في مستثمر رح يتبنانا يا اما بنستخدم شغله مثل هذا المشروع اللي هي كيك ستارتر تمويل الجماعه. مو بس كيك ستارتر حتى صار في منصات عربيه مثل الزومان. هي فكره انه انت تحط مشروع وتخلي العالم يشتروا من عندك مثلا شفتوا المصلات او يساعدوه لوجه الله شحاده. هي مو شحاده هن شو بيلبسوها شوي انه تعال اشتري قميص عليه اللوجو تبعك وكذا يعني بس النهايه شحاده. او بيشتروا من عندك فبتتمول عن الطريق. لا هي ما لها بهالسهوله اكيد ما رح يعني بتكون والله كثير سهله بس في كثير طرق لانه توصل لتمول حالك عن طريق الكيك ستارتر. وان شيء اللي رح نحكي عنه اكبر مثال كمثال كرقم بسيط لازم نتفاجئ كلنا انه شوفوا بيرل قديش كانوا طالبين بالبيج تبعهم انه 100,000 دولار. شوفوا قديش جمعوا 10 مليون دولار خلال 37 يوم. فهي الفكرة اللي عم نقول لكم لازم نتعرف عن احنا هلا الامكانيات الموجودة. يعني بجوز نبطل كل المشروع لانه ما في امكانية للتمويل وبنفس الوقت ما يعرفون والله في شيء مثل كيك ستارتر. هاي كيك ستارتر فهي اهمية انه نعرف شو في وتحت قدامنا. المشروع الثاني اللي دائما بحب احكي عنه مساحة الدوار اللي اكيد كلنا بنعرفه وشايفينه بالجوامع اللي بتنظم محطات الاقامة والقصص. هلا المشروع هذا حبيت ركز عليه بأكثر من نقطتين. النقطة الأولى الفكرة تبعه بجوز معظمكم ما بيعرف هو شلون طرقت فكرة المشروع تبعه. كان صاحب الفكرة الأساسية قاعد بالجامعة فصارت خناقة بين مقيم الصلاة والمصلين إنه يلا أقيم الصلاة وهذاك اللي ياخذ المصاري. فمن هون طلعت فكرة هذا الزلمة اللي كان قاعد عم يتأسف إنه ليش عم يتخانق بشكل غلط انه ساو هل انا كمهندس رح اخدمكم ساوي شيء مهتمات انه خلص بيصير الاذان بعد 10 دقائق بقيم الصلاه مثلا بيعرفوا انه هلا اقامه الصلاه. فمن هون هي اهم شيء يعني بحكي الفكره تبعهم كثير فظيعه انه شلون خطر ببالي مشان حل هي القصه بساوي هي الساعه. الشغله الثانيه هي النفس الطويل. كمان نحن كمشاريع الكترونيه ما بدنا نحط ببالنا خلص هلا شو عم ساوي اليوم والله انا عامل شوي الحساب بعد شي شهر بده يطلع معي برودكت فظيع. لا مو هيك القصه. الشغله بتضل كثير طويل يعني هي الساعه. كمان اللي بحب ذكرونا نحط الرابط تبع اللي حكى فيه وليد بديت عن قصه الهواء اذا بدكم ما رح نحطه لهم ان شاء الله بالبرودكت. اول شيء فاتوا بمرحله كثير طويله وحتى بجوز تتفاجئوا انه هي مو تكنولوجيه. مرحله كثير طويله كانت شلون يحسبوا اوقات الاذان بشكل صح. بتعرفوا في اكثر نظام للاذان فكان مرحله كثير طويله انه هن يعني يفتحوا بلد بلد يعرفوا شلون شو اسمه عندهم حساب هذا الزمن تبع الاذان. فكانت هي مرحله نفس طويل كثير كبير وما لها تقنيه لحتى طلعوا بمنتج بعدين هو صار بكل جوامع العالم زي الشغله الثانيه انه بجوز نحن خاصه بالالكترونيات يطلع عندنا مشاكل بس ما لازم نقص. يعني هذا المشروع الاول كمان وقف سنه ونص بس على مشكله مكثف ومقاومه حطوها بعدين ما حدث اي مشكله. فكثير عندنا بتطلع مشاكل بالالكترونيات بهذا الجانب ما بنقدر نحصرها بالنهايه فبده يكون في عندنا نفس طويل
نتحمل. إضافة إنه التعلم عنا كتير بطيء، يعني بجوز إن ده يخوانا السوفتويرية ماشين تحليل جافا وسي شارب وسي بلس بلس وعم يخلص نط من لغة للغة. لا نحن بتلاقينا هلا والله شغلت الريجسترات تبع الجي بي اي او تبع الام سي بنلاقي شغلة فظيعة. هو هاي بطبيعة الهاردوير، هو لأنه في إبطاء كتير، يعني في بدنا نجرب عرض الواقع ونجيب ونلحن، هذا كله بيفرض علينا تدخيلات زمنية. المشروع اللي بعده اللي هو وان شيت رح نسمع كمان يعني فيديو حصري لمؤسس الوان شيت رضي، سجلنا فيديو مخصص لطلاب الهما يحكي فيه التجربة اللي فاتوا فيها. بس كمان بيهمني هذا وان شيت انه فاتوا على كيك ستارت اب كمان بسنة مقابلة حكينا عنه، تمول بحوالي يمكن 80,000 دولار، تمول ب 80,000 دولار. فهي مثال على مشروع طلع من نفس الواقع تبعنا مصريين، وإذا بكم هم خريجين 2013 نفس الواقع تبعنا، مثلا نحكي الواقع الاجتماعي، وكل اللي هذا المنتج هو ما هو المنتج بس بقدره هذا كثير هلا يعني آخر مجدود، يعني عم يطلع على المتاجر العالمية وداخل الشراء بأوروبا والصين وين ما بدكم، يعني صار حقق عالمية عن حقق. بالإضافة إنه هو مثال كتير حلو إنه هدول الشباب يعني بلشوا شغل على حال ما على حال، إذا نحكي على نواعات الفكرة كانت هي مشروع التخرج تبعهم هي سمارت تيست بورد كان، بس قدروا إنه يتابعوا على الطروحة ويتابعوا شغلهم حتى صاروا شركة انتجريت اللي هي بنهاية طلعت الورشة. وهلا رح نسمع الفيديو اللي يحكي لنا فيها عمر صالح وشخص تاني اسمه بسام رح يكون فيها تجربته. طيب بس شغلة نسيتها، بس قبل ما نسمع لعمر صالح في شغلة انه نحن ما نستخدم في افكارنا قد ما كانت بسيطة عن جد. مقولة انه نحن فرنسا عن جد رح تشوفوا انه عجيش قليل مثل انه تذكر عارفنا بدأ بالقايد والذي كان بأربع زرافة وهي شكل اللي هو كان يمين ويسار وفوق تحت بعدين صار بالقايد، وجهاز كندل اللي كنا بنعرفه بزي اصلح تابعي لم يكن سوى قارئ الكتروني وليس ملون حتى، يعني الأفكار تبعنا مهما كانت بجوز هلا عم ننظرها بنظرة هي والله هلا بايخة، بس هي بجوز لقدام هي رح تكون أساس لمشروع حلو مثل ما الأيبود صار أيفون، القارئ الإلكتروني صار تابلت، فما حدا يستخف بأفكاره وهذا بنرجع لها. مرحبا، السلام عليكم شباب جامعة دمشق كلية هندسة ميكانيكية وكهربائية، أنا اسمي عمرو صالح ومعايا هنا بسام. مرحبا. من رودي تيونر، انا من انتجريت مصر لبنان، واحنا مبسوطين جدا ان انتوا يعني دعيتونا ان احنا نلقي الكلمه دي. احنا حاليا في القاهره وبسام دلوقتي مسافر على لبنان وبنسجل لكم الفيديو ده في العربيه في المطار. بس شكرا يا يحيى ان انت دعيتنا يعني للمحاضره دي، وان شاء الله احنا هنشير معاكم الاكسبيرينس بتاعتنا سريعا كده من اول ما بدانا الشركه ازاي ابتدينا لغايه ما خلصنا في الاخر يعني المنتج اللي عملناه. فبسام لو حابب انت تبتدي. انا المشروع بتاعي هو جهاز بتوزن الالات الموسيقيه البطاريه، فانا كشخص بعزف موسيقى اساسا اجت الفكره من انا وصغير، بعدين رجعت طورتها بمرحله متقدمه من حياتي وقت بلشت جامعه، ولكن النقلة النوعية كانت لما قدمت على برنامج نجوم العلوم، وبرنامج نجوم العلوم وقتها اشتركت فيه وفزت بالأخير. فبس ما اشتغلت على المشروع إلى أن قدمت على هاكسيريتر بروجرام اللي هو اتسان هاكسيريتر بيساعد الهاردوير بروجكتس مشاريع إلكترونية وموقعه بالصين، فقدمت على الهاكسيريتر بروجرام وقبلنا، فانتقلنا على الصين وبلشنا نطور بالمشروع. غربنا بلشنا نغير من مجرد بروتوتايب بدائي لبروتوتايب فينا نبيع فيه من خلاله. فهالنقل النوعية كان صعبة، روحتنا على الصين قدرنا نلاقي كومبونس قطع أرخص من كان موجود عنايا هون وأسهل كتير لأنه المصانع كله حوالينا كان. فطورنا البروتوتايب فترة 4 أشهر، من بعد ما خلصنا البروتوتايب كان شكله صار حلو وصار بيتفرج على العالم يعني. اطلقنا كيكستارتر كراود فاندينج كامبين على كيكستارتر. كراود فاندينج كامبين تبعنا كان الهدف تبعنا نجمع 60,000 دولار، فقدرنا نجمع 180,000 دولار، يعني 3 مرات الكمية. وكان السبب الاساسي اللي قدرنا نعمله هذا الشيء هو انه
عملنا ماركتينج كامبين مطولة، قضينا فترة 4 أشهر قبل ما نطلق الكيك ستارتر عم نحضر بس للماركتينج. فصرنا نفكر كيف هالأشخاص الموسيقية نحن فيها نجيبهم على الكامبين تبعنا. فأحد الطرق اللي استعملناها إنه عملنا موبايل آب ببلاش فور فري، بتعطي بتفرجي الموسيقى الدوزان وهو على النظر فيه يشوف ويرجلج المفاتيح تبعه. فهيدا جابت لنا كثير عالم من الاول ما اطلقنا الكامبين، لانه فرجينا نوتيفيكيشن بتقول انه البرودكت هيدا صار موجود بال فيكم تحطوا بري اوردر حاليا، فكثير عالم اجوا من الاب ذاتها على الكامبين تبعنا. فجمعنا 102000 دولار بالكامبين، ووقتها بلش الشغل المضبوط لما بدنا نبلش نصنع. دورك انت تحكي. طيب احنا عملنا برودكت اسمه وان شيلد. كم واحد يشتغل على اردوينو يرفع ايده؟ اوكي، that's a lot of people. طيب عملنا حاجه اسمها وان شيلد، بتخلي السمارت فون بتاعك يستخدم في اي مشروع انت بتعمله بالاردوينو. فممكن تتحكم بالموبايل في الاضاءه مثلا، او تحرك بيه موتور سيرفو موتور او اي موتور متصل بالاردوينو، والعكس ان انت تستخدم الاردوينو انت تتحكم في الكاميرا او تبوست حاجه على الانترنت، تويتر او فيسبوك او. احنا بدأنا ازاي؟ بدأنا كمشروع تخرج في كلية هندسة جامعة حلوان، هي جامعة حكومية عادية في مصر يعني. وكنا عملنا مشروع تخرج، عملنا فكرة تانية خالص، حاجة اسمها سمارت بريد بورد، ولكن ما توفقناش ان احنا نكمل في المنتج ده. ودخلنا برضو اكسلريتور بروجرام اسمه فلات 6 لابس، زي بسام كده دخل اكسلريتور. ففلات 6 لابس ده في مصر، والبروجرامز دي بتبقى مفيدة قوي، لان انت بتتعلم هناك ازاي تعمل بيزنس. يعني المهندس دايما بيبقى حاطط في دماغه ان هو عايز يحط كل حاجه اتعلمها في المنتج، وعايز يستنى لغايه ما ينزل منتج جامد قوي. بس لا، السوق مش كده، السوق ان انت تنزل بسرعه وبعدين تقعد تطور في الفيتشرز براحتك بعد كده على مراحل بقى، عشان ايه؟ تلحق تاخد الاوبورتيونتي عشان ما حدش ينزل قبلك، وبعدين ما تقعدش تضيع وقت كتير قوي في فكره ممكن تكون مش هتتباع في الاخر. فنقلنا على فكرة وان شيلد بعد المنتج الاول ده، وبرضه عملنا كراود فاندنج كامبين. احنا كنا في نفس الوقت مع بعض حتى على كيك ستارتر يعني، والحمد لله الكامبين كنا طالبين 10,000 دولار وي اندد اب وذ 85,000 دولار كسيلز. وده اثبت ان انت فعلا ايه، الناس ممكن تدفع فلوس في المنتج زي ده. فكراود فاندنج ببساطة هو ان انت بتطلع تقول انا معايا بروتوتايب، ما بتروحش بتصنع 1000 يونت ولا 2000 يونت ولا اي حاجة، بتقول بس انا معايا 5 بروتوتايبس مثلا بتعملهم، وبتقول انا فريق العمل بتاعي 1 2 3 4، ويا جماعة لو عايزين البرودكت ده ممكن تعملوا له بري اوردر ب $50 او الكيت كلها ب $100 وهكذا. ف التجربة الحمد لله كانت ناجحة، وبرضه صنعنا في الصين، وشحنا لاكثر من 55 دولة حوالين العالم المنتج بتاعنا ده. طيب حابب تضيف حاجة بسام؟ يعني زي بس بدي اقول انه الفوائد على الكراود فاندنج هن ثلاثة فوائد اساسية. اول فائدة انه فيك تعرف انت المنتج بتاعك اذا بينباع ولا لا، ساعتها اذا ما بينباع ساعتها بتعرف انه خلص اترك المشروع اعمل شيء ثاني. ما تركز عليه، تضيع وقت بقى عليه كثير. تاني شيء يعني في طلب على المنتج. تاني شيء عم جمع مصاري، احنا ما كان عندنا مصاري تنقدر نصنع، ما كان مستحيل نبلش تصنيع. فالطريقه الوحيده كان يا اما ناخذ انفستمنت، استثمار من قبل مستثمر، يا اما نعمل كراود فاندنج كامبين. اذا انفستمنت ساعتها رح نخسر اكويتي، بينما اذا نعمل كراود فاندنج كامبين ما بنخسر جزء من الشركه، بالعكس نربح اكثر، لانه في عالم حط طلب، في صار عندنا كاستمرز، صار عندنا زبونات. ثالث شيء بيفيد هي الدعايه. البرودكت صار عنده دعايه، صار معروف من مكان بالعالم، كل عالم عم تحكي عنه لانه انت اطلقته من خلال كراود فاندنج كامبين. وبهالشكل صار في عندنا ديستريبيوترز موزعين بالعالم، هن عم بيحكوا معنا بدل ما نحن نروح نحكي معهم ونفتش عليهم. اوكي، فبظن هول ثلاثه هن بيعملوا ذا بيجست ديفرنس. طيب بظن هلا يمكن لازم نحكي شوي عن التصنيع. يلا مين التصنيع. فنحن انتقلنا على الصين، قعدنا فترة سنة بالصين عم تنصنع المشروع تبعنا. بالتصنيع نحن بحالتنا غير عن حالتكم بظن عمر، في عنا خمسة مصانع عم نتعامل معهم. خمسة هلا بنشوف. في اول واحد الانجكشن، اللي هو المصنع اللي بيعمل انجكشن للبلاستيك. بس تنعمل انجكشن للبلاستيك نحن بحاجة لمولد، مظبوط، شو بسموه بالعربي المول؟ اسطمبة. اسطمبة؟ دي بالمصري ما اعرفش.
نحن بحاجة للمولد، بقى في مصنع بيعمل هو المولد. تالت مصنع اشتغلنا معه هن PCBA PCB assembly يعني. نحن عامل المكونات على البورد، صح، بحاول يركبوا المكونات على البورد. رابع مصنع اشتغلنا معه هو الاسامبلي، فاينل اسامبلي، هو المصنع اللي بيجي بياخذ البي سي بي خالصه مركبه، بياخذ البلاستيك خالص بركبها مع بعض اند ذن بيعمل تيستينج. اوكي، فمش هيك؟ انا برايي الرابع واحد هو الاسامبلي بحالتنا، غير حالتكم الاسامبلي هو من هو اهم مصنع، لانه هو اللي المفترض يعرف البرودكت بيعمل ايه، الباقيين مش ضروري يعرفوا البرودكت بيعمل ايه، المفترض يعملوا تيستينج بس سمبل، مثلا البلاستيك بس بشوف فيجولي شكل منيح، البي سي بي اي بس سورتن فيتشرز اذا شغالين، بس الفاينل اللي هو اللي عم بيعمل الاسامبلي هو المفترض يتاكد انه البرودكت شغال 100%. فالطريقه التعامل معهم هي كان يا اما نروح لكل واحد لوحده ونعمل اتفاقيه مع كل واحد لوحده، يا اما نشتغل مع الاسامبلي فاكتوري هو شغلته ينسق مع الباقيين. فهذا كانت افضل طريقه، وخاصه انا عم نشتغل بالصين في اللغه صعبه، كل شيء صعب كتعامل مع العالم، ففضلنا انه نشتغل مع المصنع الاسامبلي، هو بيتفق مع الباقيين بينسق معهم، نحن بنشتري دغري من الاسامبلي. اوكي، فكان هذا الطريقه تبعنا. كويس، احنا في حالتنا احنا يعني بسام كان يتكلم عن خمس مصانع، احنا اربعه شيل من عندك، لا اكشلي خمسه، انت قلت الانجكشن مولدنج، انجكشن والمولد والمولد. اوكي اوكي، هلا في عندك بي سي بي والبي سي بي اي، عرفت؟ يعني المصنع اللي بيعمل بي سي بي والمصنع اللي بيعمل بي سي بي اي والاسامبلي والفايل اسامبلي، صح، خمسه، صحيح، هذول اكثر ضروره هيك. فاحنا ممكن نشيل المصنعين اللي في الاول بتوع البلاستيك، والمصنع اللي في الاخر بتاع الاسامبلي بتاع الفاينل برودكت، لان احنا عندنا البرودكت هو عباره عن بي سي بي وعليها كومبوننتس، فاحنا ما عندناش غير مصنع بي سي بي ومصنع ايه اسامبلي، والاسامبلي هو اللي بيعمل التستنج وبيعمل الباكجينج في العلبه وهكذا. انت عشان تصنع في الصين قدامك طريقتين، يا اما الطريقه اللي عملها بسام اللي هي تروح تتكلم مع المصانع، تمام، يا اما ان انت تتكلم مع كونتراكتور مقاول. المقاول ده عباره عن ايه؟ هو شركه، هو اللي هيروح يتكلم لك مع المصانع، طبعا بياخد فيز اعلى بس بيوفر عليك انت هيدك ان انت ايه تدور على مصنع وتترابل شوت والكلام ده كله، فهو بيهندل كل حاجه، انا بدفع له فلوس وهو ايه يديني في الاخر المنتج بس كده. ولكن احنا على قد ما المنتج بتاعنا مش صعب قوي في التصنيع، بس انا سافرت حوالي شهر قعدت في الصين عشان الفولو اب على التستنج والفولو اب على حاجات تانية، وعايز اقول لكم ان الخطوه دي اساسيه جدا جدا لاي حد بيصنع في الصين. يعني احنا عندنا بقول لك البرودكت مش صعب قوي، بس كان حصل فيه مشاكل، لو ما كنتش موجود كان الموضوع هيبوظ يعني جامد جدا 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 يعني. فلازم تفولو اب طبعا يعني ايه على الحاجه بتاعتك. طبعا احنا يعني وي ار اوبن سورس، لو عايزين تعرفوا اي حاجه، اي اسئله على التصنيع، اي حاجه يعني، ممكن حتى يحيى يجمع الاسئله ويبعتها لنا واحنا نرد عليكم في اي حاجه. وحابب تضيف اي حاجه لطلبه الجامعه يعني في هندسه؟ انا بس بدي اقول انه الله يوفقكم وخليكم دائما مثابرين، يعني اذا عندكم فكره مشروع براسكم ما تخافوا من المشروع، بالعكس انا بالاول كان بلاقيها كثير صعب الواحد يقدر يوصل البرودكت ليصير بالماركت، بس بالاخير عملناها من بعد طول المحاولات بقى، يعني ايفنتشلي يقدر، بس انه بدكم تخلوا الفكره براسكم دائما، وإذا بحاجة لأي مساعدة نحن موجودين هون تنساعدكم، يعني كلنا عمر وأنا وفي كتير عالم موجودين حواليكم بسوريا ولا بلبنان ولا بمصر، فيهم ساعدوكم قطعوا بالقصص اللي المفترض تقطعوا فيها، ففيكم تصلوا لنا وتحكوا معنا ونحن مساعدين نساعدكم. فأنا شخصيا فيكم تلاقونه على فيسبوك بسام جلغة الاسم، يا أما تبعتوا لي إيميل bassam@bandindustries.com، وحال سؤال فيني ساعد فيه بيكون ماي بلاجر. تمام، اخر حاجه بس حابب اضيفها، ان انتوا دلوقتي في كليه هندسه لسه طلبه، حاولوا تشتغلوا مع بعض في فرق عمل، اتعرف على ناس كتير، لان محدش بيطلع يشتغل لوحده، احنا الاثنين معانا ناس جامدين جدا جدا، من غيرهم ما كناش عرفنا نعمل المنتجات دي، ما كناش عرفنا نسوق وهكذا. فحاول ان انت تتعرف على ناس عشان تبني تيم ورك قوي، هو اللي هيساعدك ان انت ايه تعمل المنتج ده. واشتغل على قد ما تقدر في الجامعه، لان انت لما بتشتغل في الجامعه لو حصل حاجه يعني وفشلت ايه اللي هيحصل؟ اديك بتفشل ببلاش يعني، ما بتدفعش فلوس، ما بتدفعش وقت، انت كده كده لسه طالب يعني، صح؟ بس اول ما بتتخرج الموضوع بقى بيبتدي يفرق، بيبقى عليك مسؤوليات ولازم تشتغل ولازم تدخل فلوس وتصرف على نفسك وهكذا. فحاول دلوقتي تشتغل على قد ما تقدر وربنا يسهل، وزي ما قال بسام يعني احنا
موجودين طبعا اي وقت لو حابين تبعتوا لي اي اسئله. انا برضو عمرو صالح على الفيسبوك عمرو صالح، والايميل بتاعي عمرو@integrate.com. ممكن يحيى يشير معاكم الكونتاكتس بتاعتنا. وشكرا جدا لوقتكم، معلش طولنا عليكم بقى. فيلا ربنا معاكم، يلا سلام عليكم، مع السلامه، سلام، باي باي. طيب هلا مش بس واحد يقول لي هذا المشاريع كلها انعمتها برضه يعني برا، يعني غير الواقع السوري تبعنا الصعب اللي عايشين فيه، طلع من الراسيه، لا مو طلع من الراسيه، لانه هلا حسان رح يورجينا مشاريع سوريه لا تقل ضخامه، هي صحيح لسه ما وصلت تجاريا لمراحل المانشيت وغيرها، بس هي لا تقل ضخامه من ناحيه التكنولوجيا يعني. فاذا بتريد تفضل حسان. دايم بتخرج ان شاء الله، لسه ما تخرج. انا حسن محمد علي، سنه رابعه هندسه حراسي. مثل ما قال مطلع من راسي، ما تستنى انك تتخرج تقول يا هلا بتخرج انا بسوي مشروع معي شركه وخلص، لا استنى شوي. عندنا هون قبل ما تتخرج فيك تشتغل، فيك تبلش، فيك تعمل. هالشيء مو حكي، هالشيء صاير هلا نحن حنشوفه. اول مثال حنشوفه هو ال 3D printer. أكيد الكل هلا سمع فيها وعنده فكرة عنه وقديش هلا هي منتشرة. ما حأحكي عنها أنا، خلي اللي عملتها هي تحكي عنها خمس دقائق عشان ما نطول عليك كثير. تفضل شيخ. تمام، أنا شيران شوباصلي، كنت سنة رابعة هندسة تصميم ميكانيكي وبلشت أشتغل على مشروعي. طيب هلا اول شيء اذا مشان نحكي عن طابعه ثلاثيه الابعاد انه شو هي؟ هلا هي كثير انتشرت وهي ثوره بالعداد صارت بكل المجالات وفاتت بكل التطبيقات. هلا هي برسم انا شكل نموذج على احد برامج الكاد، بخرجه وبختبره وبتاكد منه قبل ما اصرف مواد او قبل ما التشغيل مثل الخراطه والتسويق الى اخره. بتاكد منه انه هو يناسبني هيك وبعدين بطبعه. بهالحالة أنا رح أوفر جهد كبير وخفف زمن وحتى خفف تكلفة. فهي بالأساس أنا رح تطلع معي فكرة ممكن أنا أستخدمها بمشروعي كخامسة كمشاريع خامسة وغيرها. بصممها على أحد برامج الكاد، فهي أحد التقنيات اللي لازم أنا أتعلمها مسبقاً إني أنا أقدر أرسم وقود برامج التحكم الكاد. بعدين رح أعطيها لبرنامج السوفت وير اللي هي الانترفيس مع الطابعة، وبعدين راح احصل على نموذج اشوفه قدامي حقيقي رياليتي. طيب هلا انه قلت لكم انه هي ثوره بالعداد، طب ليش يعني؟ انه شو هي اللي غيرت؟ مثل السينسي، شو اللي خلاها تفوت كثير بكل المجالات؟ فعليا هي فاتت اول شيء بالميكانيك بشكل كبير، بدل قطع تبديليه ممكن انا احتاجها، ممكن ما الاقيها بالسوق فانا باخذها وبطبع عندي، ممكن بمسننات وممكن حتى طباعة الأبنية، لبسين صاروا بيطبعوا بناية خلال ساعات يعني. فهذا الشيء كثير قوي بالمجال الطبي وبالخلايا الجزيئية من الأذن الصناعية وفقرات العمود الصناعي، حتى صاروا في يستخدموه كتعليمية لطلاب المدارس. ممكن الولد الصغير ما يستوعب الفكرة فيقعد يرسم وبعدين يطبع. طبعا هذا الشيء تعليمي كثير فات الأولاد بشكل كبير. طب هلا ممكن تسالوني انه طب ليش بلشنا نحن بالشغل بالسنه الرابعه؟ يعني شو الفائده من اني انا بلش فيها؟ هلا بالسنه الخامسه لو انا فعليا كنت انا هلا سنه خامسه بدي بلش فيها، فانا عندي ضغط دراسي وعندي ضغط مواد بدي اتحملهم وبدي اطلع فيهم لانه لازم انا اتخرج. الشغله الثانيه انا في عندي مثل ما الخطوات اللي قال عليها يحيى انه انا لازم بلش فكر ولازم اتعلمه ولازم اذكر الشيء اللي انا تعلمته واختبره لحتى اتاكد ان اني جاهزه لان لحتى اعمله. فعندي تقنيات الحمام، تقنيات الاردوينو، بدي اتعرف على المتحكمات، اضافه اني انا ممكن بدي اقعد بجلسات مع فرق العمل تبعوني لحتى انا اقدر اتواصل معهم ونوصل لحل مشان ما نخربط بمشروع. فهذا الشيء كله عندي كله بسنه واحده انا لازم اعمله، فهذا الشيء رح يسبب لي بالاحباط لانه انا عندي مهام متعدده بدي اساويها بسنه واحده ولازم اوصل فيهم كلهم لنتائج مقبوله، لازم اتخرج ولازم اسوي مشروع اقدر احصل فيه على العلامه واقدر ادخل فيه بسوق العمل، اضافه انه انا عندي كثير مهام لازم اسويها لحتى اتعلمها اوصل. هلا احد الكومنتات اللي كانت انه ليش ما تسوي محاضرات على انه لطلاب التخرج
مشروعي النقل. فالهدف اني انا فوت وبس لاني انا سنه خاصه وانا متطلب مني جامعه اني انا بدي مشروع، فهي الفكره هي الغلط. مشان هيك نحن ما بنتوجه لكم، ما بنتوجه للطلاب الخاصه انه من الخاصه بنشوف، لانه جامعه بدها مشروع. بالعكس انا كل ما كنت ابكر انا رح اخطي ورح اتعلم من اخطائي. وصل للسنه الخامسه عندي مشروع كثير قوي يفوت فيه، فهذا الشيء اللي عم ركز عليه خلال هالفتره. هلا الشغلات اللي حصلنا عليها بمشروعنا نحن صعيب نشنا فيه من السنه الرابعه، ما كان متطلب مني اني نفذه تنفيذي، بس اخذنا 98% باعلانات في المشروع. هذا الشيء تحقق مو لانه كان شيء كثير مميز او هيك، لانه نحن كنا مبلشين فيه من قبل، وهذا الشيء اثار انه معناته في امكانيات كثير كبيره. بالاضافه نحن شاركنا بمسابقه تبع رابطه فلسطين واخذنا المركز الاول، وعملنا مقابله على الباحثين السوريين، واخذنا شهاده من جامعه دمشق برياده الاعمال، لانه نحن بلشنا فيه من السنه الرابعه والسنه الخامسه. بالاضافه لقدمنا محاضرات بمجتمع الاركيولوجي اللي هلا رح نعرف شو هو، واستفدنا منه بشكل كثير كبير. هلا رح اعرض فيديو للطابع بس صفر خمسة. المهم
انه هالشيء مو مستحيل، هو كثير ممكن. هالشيء صار. يحيى كان يحكي مع اثنين رفقاته سامر وملهم، عملوا كان اسمه اول نموذج حاسب لوحي ميد ان سيريا. هذا كان مشروع تخرج، كنا بلشوا فيه بالسنه الرابعه كمان، اخر سنه الرابعه، قدموا لنا مشروع تخرج. هلا بس حنحكي بسرعه هم شلون بلشوا وشو اشتغلوا. هلا اول شيء هن لما فكروا انه بدهم يعملوا تابلت، شو اول شيء حيخطر ببالهم؟ انه انا شو المواصفات اللي حطها بالتابلت؟ شو الشغلات بدها تكون موجوده فيه لحتى ما يكون كثير شيء قديم ومتخلف عن الشيء الموجود بالسوق، لازم يكون شيء بيشبه الشيء الموجود. اول شغله حيفكر فيها هي المعالج. الصعوبات حتواجهه بالمعالج، انه انا اشتري معالج وقاعد برمجه لحالي ولا استعين ببورد موجوده ولا بدي اشوف شركه ثانيه تصنع لي شيء. فهن كان عندهم خيارين يستعملوا بوردين، يا اما راسبيري باي يا اما ديكل بو. اجوا يستعملوا الراسبيري باي، لقوا انه هن اذا بدهم يربطوا مع اي شيء هاردوير ثاني فهن بحاجه لعملوا درايفرات، بدهم يعملوا درايفرات، بدهم يحكوا مع الشركه ياخذوا موافقات ويوقعوا اتفاقيات بلا 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 وشغل الى مكان. فراحوا استعملوا ديكل بو. اهم شيء مشكله كانت هي التمويل. بيجل بون حقها 100 دولار، اشتروا ثلاثة، حرموا تنتين وصفي وحدة عايشة منهم. هالشيء ما له صح انه تكلف لكن تخرف يعني، بس يعني هي مو مشكلة، يعني لا هو منتج متى ما خبز، خط انتاج، ما عاد يصير معك هيك مشاكل، انت خسرت أول مرة بس هي الخسارة حتعوضها عشرات المرات. أهم المشاكل اللي كانت كمان تواجههم هي إنه القطع منين بدنا نجيبوها، الاستيراد وشلون بدنا نفوتوها ومنين بدنا نجيبوها، فهي كمان لها حلول. يعني مو انه شغله مستحيله، صح انه انت يمكن تدفع كثير بس هالشيء كله مو على الفاضي. يعني انت طالما حطيت هدف رح توصل له، قد ما تكلفت رح توصل له، والتكلفه اللي كنت تكلفتها كلياتها رح تنساها ورح تتعوض ان شاء الله. اهم شيء جزء المشروع كان هو نظام لينوكس اللي بنوا نظام لينوكس خاص بالتابلت تبعهم وعرفوا على الشاشه. هلا بس مشان ما نطول عليكم كثير، كمان اي حدا عنده اسئله بهالخصوص بيحسن يسالهم هنا الثلاثه، هنا الثلاثه موجودين على الفيس، كمان اليوم بنشرح على الايفنت. هلا بقولوا الثالثه سبعه، ثالث مشروع احكي عنه هو جهاز مضاعفة الحمض النووي، أخذينه بالبكالوريوس بتذكر بالدي ان اي. الأبحاث الطبية حتى يحسنوا يجروا أبحاث لازم عشان ما يضلوا يجيبوا دي ان اي من العالم أو من الكائنات، فهنا بياخذوا دي ان اي وبيضاعفوه ويعملوا عليها دراسات. ففي جهاز بيعمل هالعملية حقه 10,000 دولار. مصيبة. في عندنا منه واحد هون بكلية الطب بس ما بيقربوا عليه عشان ما ينكسر. إذا انتزع 10,000 دولار منين نجيبه؟ في واحد نسيت اسمه نشر على موقع عمل جهاز شبيه له كانت كلفته 80 دولار. 10,000 دولار. هلا هون بجامعة دمشق هندسة طبية كمان سنة رابعة كمان عنده واحد كلفوا عليه أقل من 100 دولار كمان. الكلف كانت هي كلف اكثر شيء الشحن والاستيراد من برا، يعني فينا نقول كلفة اقل من 50 دولار. اللي عملوا هالمشروع منير ومحمد عجاج، منير موجود معنا. هلا شلون بلشت الفكره؟ شافوا هن الفكره تبع التطبيق موجوده على موقع على الانترنت، موقع اسمه موقع انستراكتبلز. هذا الموقع العالم تحط عليه المشاريع، تحط الخطوات بالتفصيل وشو القطع اللازمة وشو بدك توصلها مع بعض، شو بدك تشتغل خطوة خطوة. هلا بس شو المشكلة؟ إنه طبعا اللي عايش برا القطع اللي عنده نحن ما بنلاقيها. أنت تشوف أي مشروع تشوفه عم بيعمل تجي تجيب القطع تبعه، تروح على السوق تقول له بدي هي، بدك شو هي. بس إنك يا بدك تلاقي بديل يا بدك تجيب من برا، فهي هون التحدي الأكبر إنه أنت تلاقي البديل المناسب وتكمل. ما وقفوا هن الشغلة مع دوروا وسألوا وحسنوا لقوا بديل وكمل معهم المشروع. مشوا المشروع
المشروع صارت التسليم. شغل من البيت، اشتغل من الصين. هو مبدأ البي سي ار انه انا بحط فيه دي ان اي بصير يعمل تسخين وتبريد بدرجات معينه بسرعه معينه لحتى يتضاعف. وهن كانوا لما يوصل لمرحله التسخين عم يستمعوا. اشتغل من الصين. قديش هي حلوه هيك فرحانه؟ ايه اشتغل؟ بصوا. بحثوا طلعت المشكله مقاومه صغيره. بس غيروا قيمتها ار مشي حال المشروع. المشروع تبعهم عرضوه معرض فنون الرهماء وعملوا عليه محاضرات. كمان شيء بيلزمكم بهالمجال لانه اكيد جاهزين للجامعه والاستفسارات. طيب هلا شو بدي اعمل بعدين؟ ماشي شفنا ثلاث مشاريع قبل التخرج. هلا انا شو بدي اعمل؟ شلون بدي بلش؟ يعني هلا كنت واحد منهم تاخرت ما بعرف شيء، شلون بدي امشي؟ شلون بدي اطلع فكره؟ شلون بدي اشتغل عليها؟ ايش بدي فكره ما بعرف طبقها؟ طيب نحن صرنا بهذا العصر انه انا قاعد على الكمبيوتر وفاتح معامل. ما عاد في الصعوبات القديمه انه انا بدي اجيب وطبق وركب وساوي كثير قصص لحتى احسن اعمل شيء بسيط صغير. هلا عندنا كل شيء صار سهل، كل شيء موجود. هلا اول شيء اذا اجينا لمرحله اذا اجتني فكره شلون بدي اطبقها. هلا واحد ما بيحسن يعمل شيء الا ليكون متدرب عليه. واحد لما يتعلم السباحة أكيد ما بيروح بيحضر 10 محاضرات نظري سباحة، بعدين بنط من المسبح بيلاقي حاله ما عم يسبح. بده ينزل بده يغرق بده يجي أبوه يساعده. نفس الشيء هون، لازم توسخ إيديك حتى تحسن أنت تعمل شيء بعدك. هلا شلون بدي أوسخ إيدي؟ بشوف مشاريع حدا عاملها برجع بعيدها، يعني مش بس مشان تاخذ مش أنه أنا خلص بفرح بحالي عملت مشروع بكون أنا عملته كلياته، بس مو غلط إني أنا أشوف مشروع حدا عامله برجع عيد نفس الخطوات، شوف الاخطاء اللي بتطلع معي، بتاخذ ايدي على التعامل مع الاجهزه، شلون بدي شلون بدي اشتغل. يعني اكيد اي شيء نظري او اي شيء بدون تطبيق فهو كثير ما بيعطي خبره. يعني هلا واحد تخرج واخذ شهادته راح يشتغل. فرق كبير بينه وبين واحد ما اخذ شهاده ولا درس بالجامعه بس صار له 10 سنين عم يشتغل. اكيد صاحب الشغل حيركض اللي عنده مهارة أكثر، حيحسن ينبي له طلبة بسرعة، يعني الموسخ إيديه يعرف كيف يشتغل، ما بده واحد يجي يتعلم ويستهل على شيء زي. هلا منين تجيب أنا أفكار أو أطبقها؟ في كثير مواقع على الإنترنت موجود عليها أفكار. هذول أشهر ثلاث مواقع Instructables، Makezine، Hackaday. هذول مواقع بتلاقي عليهم مشاريع مسمينهم حسب الاختصاصات تبعهم. مسمين قلب الموقع حسب اختصاصات المشاريع. شارحين كل مشروع خطوة خطوة، شو القطع اللي بدك اياها؟ إذا ما لقيت من قطع في منهم شكله منهم قطعة بديلة ممكن تجيب منهم. هلا بعد ما جبت حلاقي حكى عليها مرحلة هي إنه أنا أرسم مخطط إدارة وأقعد أشتغل. فأنا لازم إنه يكون عندي بس معرفة ببرنامج الرسم. هلا أشهر برنامج هو الإي جي برسم عليه مخطط الإدارة وشلون بوصل عناصر كمان نفس الشيء بحسن نجيب أمثلة جاهزة وفي كثير في كثير دورات أونلاين على اليوتيوب أو على الفيسبوك تلاقوها شارحين البرنامج وعاطيني أمثلة حتى واحد تاخذ يفهم. الشغلة الثانية هي إنه أنا قبل ما أجيب قطع أتخرب فيه وبعدين أعمل حركة غلط أحرقها فيني أعمل سين محاكاة إني أطبق أوصل لعناصر مع بعض على الكمبيوتر وأشغل برنامج محاكاة وأشوف شو حيطلع معي. هون انا ضمنت شوي اني انا ما راح يحكي شيء معي اني كون عرفان شو عم بشتغل قبل الشيء عم يطلع معي. هلا بعدين عندنا اني انا اعمل اداره هي مرحله شوي لقدام. هلا انا مو ضروري فورا اعمل هيك، فيني اشتغل على تيست نوت، فيني اجيب لوحه ما تكون مطبوعه، بيجي خطوط الحماس انا احط العناصر اللي حن عليها. هلا بس كون انا متاكد ان الاداره تبعي هي موصوله صح والعناصر محطوطه صح ما حيصير شيء، ساعتها انا بجي لمرحله اني اشتغل بالدارة بطبع. بطبع الدارة يعني يصير عندي البورد اللي عليها اسلاك وبحط عليها العناصر اللي اهم شغله انه لحتى انا احسن اعمل اي شيء، اول شيء بدي اسال. اسال جوجل، اسال جيرانك، اسال اساتذه، اسال رفقاتك، المهم اسال. واحد لحاله ما حيحسن يلاقي شيء بلاقي قد ما واحد ما درس، يعني لما تسال حدا مجرب غيره الكتاب والابحاث كلها هي تقدم لك علم بس
العلم انت ما بتحسن تطبقه الا لتشوف شلون العالم مستخدمينه وشو المشاكل بتطلع عشان تتعامل معها. كمان نفس الشيء ما حد يدور كثير، مو شرط من اول مره بجرب يدور يلاقي الضياع، يمكن يروحوا كثير غلط، بس هذا اكيد كله مو ضياع، اكيد انت عم تاخذ خبره، اكيد عم تستفيد. اخر شيء شاي، انت شو بيصير معك؟ شو النتائج بتوصل لها؟ شو الشيء اللي بتلاقيه جديد مع العالم بتعزف فيه؟ شافه مع الناس الثانيه، خلي العالم تستفيد مشان يصير التطور اسرع بكثير. هلا اهم شغله هي انه يكون في حواليك حدا يساعدك، يكون في حواليك مجتمع، يكون في ناس حاسه فيك تحسن تشتغل معها. هلا وين تلاقي هالشيء؟ هون عندنا مجموعه فيكولوجيا بتحكي عليها هسه. شكرا. كثير صعب انه العالم تبعت اولادها بهالوقت، وقتها بعتوهم
بس لانه كانوا عم يستفادوا، كان المنتج تبع هي الورشات اللي كانوا عم يعملوها انه يبنوا موسوعه خاصه للاطفال للاطفال بيحكوا فيها بيحكوا فيها بشكل تشاركي كلياته. بالاضافه الى نشاطات كثيره ب ويكيتيكي فابروجيا ومجموعات الطب. نحن بلش مجتمعنا يكبر اكثر واكثر واكثر واكثر. نحن صار عندنا صرنا نفكر بطريقه ثانيه، نحن شفنا كل هاي العلوم، درسنا كثير، عملنا لقاءات، جربنا نعمل ورشات ونتعلم سوا مع بعض. طيب بقينا يعني نشغل انه نحن صرنا كثير شغوفين انه نحن بدنا نعمل ونساوي، يعني صار عندنا شغف كثير كبير انه نحن خلص بدنا نعمل مشاريع، صرنا يعني بدنا نعمل شيء عملي. هذا الشيء خلانا ننتقل لفكره الهاكر سبيس. الهاكر سبيس هو بيرتكز على شغلتين بس، هو انه هو مكان فيه تجهيزات ما فيه مقرر واضح، هو ما له مركز تدريبي بنفس الوقت، هو اي حدا عنده اي معلومه متطوره عن غيره سابق اي حدا ثاني بخطوه بخطوتين بيجي بيكون هو المدرس قدام قد ما كان من العالم، بيعطيهم كل شيء هو قدر يوصله لحاله ليشارك المعرفه تبعه. والفكره الثانيه انه نحن ما عندنا مقررات جاهزه، نحن عم ندي المقررات تبعنا من النت من الاوبن سورس من كل هي القصص. واي حدا ممكن يكون استاذ وبعد نص ساعه بيكون هو طالب عم يحضر ورشه. هذا الموضوع بلش يتطور اكثر، صرنا نعمل ورشات اكثر، بلش نجيب تجهيزات ونعمل مشاريع، هذا كله فيه ولا اوسيلوسكوب طاقه الكترونيه وكمان كثير ورشات عمليه بمجال الويب والعداد. وحتى الاولاد كمان كان لهم نصيب بهذا الشيء وكانوا كثير متحمسين يجوا يطبقوا الاشياء اللي المفروض هي تكون كبيره عن عمرهم، ولكن كان في اقبال كثير. هلا نحن بعد كل هذا يعني اوكي خلص، اول شيء تعرفنا على المبادئ النظريه وكثير تشجعنا نعمل مشاريع وصار عندنا شويه مشاريع. طيب نحن هلا شو فينا نعمل؟ يعني نحن وقفنا بحيره انه اوكي نحن عندنا كثير افكار جواتنا كثير حلوه بس ما عارفين كيف بدنا نطبقها تمام، كيف بدنا نفيد اكبر عدد ممكن من العالم، كيف هذا الشيء ممكن يصير؟ لقينا الطريق هو الستارت اب من الشركات الناشئه. نحن كان عندنا كثير عالم مبدعين بمجتمعنا، الستارت اب صار سنه ماضيه يعني ضلينا 3 سنين، نحن عم نشتغل على مشاريع كثير رائعه وكوننا مجتمع رائع جدا وندي يعني بير تو بير، ما في عندنا الاستاذ اللي جايب 15 شهادة حتى يتأهل إنه يعطيني محاضرة، لا بالعكس كان في عالم سنة أولى وعم يحضروا لنا السنة متخرجين، هذا الشيء كان عادي، المهم إنه نحن نتشارك المعرفة ويكون كلياتنا عم نستفيد. لهيك نحن حبينا ننشر المعرفة أكثر، نحن وصلنا إنه لفكرة إنه عندنا كثير مشاريع خرج إنه تطلع للنور أكثر وتاخذ فرصتها. ففكرنا بريادة الأعمال اللي هي بترتكز على إنه أنت تشق طريقك لحالك وتساوي مشروع. فكانت ذروة هاي التفكير اللي نحن فكرناه هو تنظيم حدث ستارت اب ويك 2014. نحن كنا عم نفكر انه ننشر الوعي اكثر مو بس لاهل سوريا، لانه الحمد لله يعني كثير في عالم تشجعت وصار في كثير عالم بتعمل مسابقات ومشاريع وفي كثير عالم صارت بدها تعمل ستارت اب ويك السنه اللي بعدها، هذا الشيء كله حلو، بس كمان مو بس لفتنا نظر كل العالم اللي بسوريا انه في شباب يقدروا، لا كمان اللي برا الشركات اللي برا ممكن تجي تساعد الوضع بسوريا حتى نحن نكمل كلام الموضوع. ولكن هذا الشيء مع روحته هو شيء كثير فيه تحديات خاصة ببلد، لانه الطريق طويل كثير وبده صبر كثير كبير، وبالاضافه لظروف البلد هو يعني الحاله العاديه بده هيك، فبالاضافه لظروف البلد بده تعب. فنحن لهيك حبينا انه نكون نواه مجتمع قادره
فينا عن جد نبني نواة مجتمع رائع فيه يساعد أي حدا عنده أي استفسار أو حابب يفوت في هذا المجال أكثر، وإن شاء الله يعني نقدر على هذا الشيء. وأي حدا منكم عنده أي مبادرة أي فكرة ممكن يتواصل معنا، في عنا نحن مجتمع كتير كبير ومتنوع بكل المجالات، فيه إنه يساعد أي حدا. ومثل ما قلت نحن مجتمع ندي، فيعني فيك تتواصل مع أي حدا مننا، وفينا مثل ما تواصلنا مع عمر صالح وكذا، فكان الموضوع كتير سهل إنك تكون شبكة معارف كتير منيح. طيب شو هو الشيء التالي؟ نحن نعمل دوريا ورشات حتى خلينا نخطي الخطوة الأولى على الطريق الطويل. نحن طريقنا كتير كتير طويل، أغلب الورشات اللي بتنعمل ما هي إلا بس أول خطوة لأنك تقدر تكمل لحالك. المجموعتين اللي أكثر شيء كانوا ناضجين من صورة المجموعات اللي ورجتكم ياهم كان المجموعة المهتمة بالمنصات التشاركية اللي اسمها ويكيتيكي، والمجموعة الثانية هي فابروجي المهتمة بالعتاب واللي جايين من هذه الورشات. الأسبوع الجاي يوم الأربعاء كمان رح يكون في محاضرة عن نفس هذا الموضوع ولكن في عالم الويب والموبايل، هتكون بالكلية المعلوماتية. وطبعاً يعني الدعوة معنا فيكم تسجلوا وصلنا اللي كانت بينزل قريب. ولكن على مجال العتاب نحن كنا عم نفكر إنه بدنا نعمل ورشات، بس لقينا إنه كمان في مشكلة إنه ممكن العالم عم تقدر تستفيد من هاي الورشات، ممكن العالم عم تقدر تنقبل لأنه محدودية المكان وكتير قصص وبدنا ندعم بالتنظيم وكل هدول القصص. فممكن نحن ناويين نعمل سلسلة لقاءات ميت أبس مع عالم كتير كتير فهمانين بمجال العتاد والإلكترونيات والتصنيع وكل هدول القصص بهدول المجالات. مثال على هدول العالم هو الدكتور وليد نليل اللي ممكن يشاركنا قريبا إن شاء الله بأحد أيام السبت. فهدول من المواضيع اللي عم نفكر نحكي عنهم بلقاءات. وكمان نحن رح ننزل فورم اليوم بالإيفنت مشان نسألكم رأيكم شو الأشياء اللي أنتم أكثر شيء بتحسونها بتحبوا تتعلموها، شو هو مستواكم عن جد بالعتاد بالتطوير بكل هدول القصص حتى نقدر نفيدكم أكثر شيء ونساعدكم بكل هاي القصص. فبليز اليوم انشروا معنا هذا الفورم حتى نحقق الشيء. بالإضافة إلى الميت أبس اللي إن شاء الله حيكونوا مفيدين للكل واللي هنا ممكن بالنهاية يرفعوا أونلاين، في مفاجأة حطك على الصورة بسرعة عشان يعني اللي ممكن يعرف ما يعرف إنه شيء ممكن نعمله خلال هاي هذا الشهر، ولكن مبين شيء ما أوكي أحسن. يعني إن شاء الله نقدر نعمله برغم إنه نقدر نحققه وهو بده تنظيم كتير كبير وشيء له علاقة بالأرمينو. الطريق كتير كتير طويل، دراسة بالجامعة، دورات اللي ممكن تأخذها، محاضرة مثل هاي ما هي إلا دفشة كتير صغيرة على الطريق. فنحن بنكيلوجيا بهمنا إنه نحن نأسس لك الخطوة الأولى حتى تمشي خطوات واثقة رائد الطريق. انضموا لنا، حاولوا إنه تستفيدوا أكثر شيء من المجتمع اللي حولنا. الكيلوجيا هو مجتمع فيك من خلاله تتساعد مع ناس ثانية، يعني تلاقي فرق، تشتغل على مشاريع وتطور هاي القصص كلها. أنا كتير بتمنى أنكم تكونوا رائعين، تلاقوا فريق، تشتغلوا على مشاريعكم حتى لو كانت مشاريع جمعية. أي شيء خبرة بهذا الوقت هو كنز بالنسبة لكم، لأنه مثل ما قال عمر صالح أو أي شيء تشتغلوه هلا خسارتكم هي صفر. أنتوا قاعدين عم تشتغلوا وأنتوا بالجامعة ما مطلوب منكم شيء، لما تخلصوا الجامعة كله رح يصير لقيتكم رح تكون محسوبة بالمصاري. فبالتالي استغلوا الوقت هلا أكثر شيء واستفيدوا من النشاطات اللي بنعملها وانضموا لنا. وإن شاء الله يعني بنتمنى أنكم تكونوا أخذين اهتمام مبرر أكثر ما يمكن، وحتى إنه تقترحوا علينا النشاطات وتقدموها. نحن كثير انبسطنا بحضوركم اليوم، وبحب أشكر كل اللي قدموا بما فيهم الأونلاين وبشكر حالكم. وبشكركم.